سر اللعبة بقى اللي احنا عايزين نموت نحط اكتر من طلقة في الخزنة، واللي مش عايزين نموت ما نحطش ولا طلقة في الخزنة. للأسف ديبو بتاعكو بيلعب بخزنة مليانة طلقات وهيموتكم كلكم. وانا دلوقتي بديك فرصة وعليك الاختيار. مطلوب مني يا باشا. فريد الوكيل بعد ال 12 عنها بقت كارت محروق. بالنسبة لي هي من عداد الأموات. كل المطلوب منك انك تتسلم. تقدر ولا ما تقدرش؟ قادر يا باشا. اتفضل. والله يا بنتي ابوك في اخر ايامه ما كانش له سيره غيرك وانه يسافر لك. هنعمل ايه بقى؟ هدي الله وادي حكمته، محدش له في نفسه حاجه يا بنتي. يا ما قلت له يخلي باله من اللي حواليه وما يثقش في اي حد زياده عن اللزوم. ايه الكلام الغريب اللي انت بتقوليه ده؟ تقصدي ايه؟ فؤاد كان عايش في وسط اهله وناسه. انا عارفه مين اللي قتل بابا يا عم ياسين. أنا مالي ومال اللي بتقوله ده يا حبيبي؟ إحنا كان في بينا ورق وعقود ولازم أخلص. ما هو إحنا دخلنا على الحلوة والمرة. مرة مين وحلوة مين يا بابا؟ أنا ولا كنت أعرفك ولا كنت أعرف أخوك، ده كان بيعمل لنا شغل وبياخد حسابه وبس، ولا هو مفهمك إيه؟ كان زي ما كان، ودخلتوا سوا الشركة، ولعت الشركة، يبقى تصبروا علينا بقى، ولا هو طور وكتر سكاكينه. أنا ما بتكلمش على الشركة اللي ولعت يا سيد، في فلوس أخوك أخدها مني ساعة التجهيز، ولا ما قالكش؟ قال لي. طب كويس، اصل انا كنت فاكراك هتهرب مني زي ما هو بيتهرب بالظبط. ميمي مش حرام يا مدام عشان يتهرب من الفلوس اللي عليه، انما انت عارفه الدنيا خربانه ازاي. اصبري شويه لغايه ما تتظبط. تتظبط ازاي؟ انت عارف ان احنا اخدنا قرض من البنك، ولو ما اتدفعش في ميعاده هيتحجز على المكان. يوميها كلمت بابا قال لي ان هو رايح مشوار وهيخلص ويعدي على ناس قرايبنا يودعهم قبل السفر. قلت له لو كنت لسه جنب البيت عدي عليا شويه عشان محتاجه شويه ارقام مهمه للورق اللي بخلصها لهم. ورجع واتقابلنا على السكايب. خلاص يا امالي. ايوه امالي كان كان في الموضوع ده تاني. ثانيه واحده بس قربت في النار على الشاي. انا هجيلك. شفته مساعد؟ شفته داخل؟ شفته داخل الشقة؟ واضح طبعا انه كان فاهم ان باباكي بره البيت. الكلب ما كانش عارف ان في كاميرا بتصوره. ايوه بس نور الشقة المنور ده ما خلاهوش يشوفها. بابا متعود يسيب نور الشقة منور، خصوصا في الأحداث الأخيرة والسرقة اللي بتحصل، على أساس ان في حد في البيت يعني. خوف تنده عليه بصوت عالي لحسن يسمعه ويعمل فيه حاجة. فكرت طلبته على الموبايل. بص تعمل ايه؟ جيت هنا ازاي؟ بتسرقني؟ بتسرقني يا حرامي يا رصاص؟ طبعا اللي سمع موبايل باباكي فوجئ انه في البيت. انا عمري ما سامح نفسي على اللي حصل. انا اللي برجعه للموت كل مره. اهدي يا بنتي اهدي، ما تعمليش في نفسك كده. ده قدر ربنا، مش هنخش في قضاه. ايوه يا ابني اعمل لي امر ضبط واحضرت فورا للواد اللي اسمه مسعد نخله. ميمي جاي في ايه وماشي في ايه؟ معلش يا سماح، حصل عندي شويه شغل ومتاخر شويه. شغل ولا رايح لها؟ رايح لمين؟ أنا شفتك. شفتي إيه؟
شفتك وانت نازل من عندها وهي نازله وراك قد كده وانت عليك وانت عليك تعرف عليا في اول سنه في عمرنا ولا تكونش بقى هي وعدك بحته عيل قولي انت عايزه تقولي ايه مش هلومك على حاجه ابدا وحقك تزعلي بس قبل ما تزعلي فهميني وبعد ما افهمك هتبقى انت فين يا ريه معايا ولا معايا ولا تكونش ناوي تشاركني فيك تشارك مين يا سماح انا عمري ما احب حد غيرك ابدا وهي هي ايه هي مجرد شغل مش اكتر من كده الست واقعه في ورطه ومحتاجاني جنبها احنا مالنا ومالها يعني ايه مالنا ومالها من امتى وميمي بيشوف حد محتاج له بيمشي ويسيبه بس انا محتاجاك اكتر منها والمصحف الشريف وانت عارف ان انا ماليش حد غيرك وانا كمان ماليش حد غيرك لازم تعرف ان انا عمري ما احب حد غيرك في الدنيا دي يا سماح ايه اللي بيحصل ده؟ انا مش فاهم ولا حاجة. انا مش قادرة اصدق يا بابي الاستاذ جايب مراته التانية وجايين يقعدوا عندي هنا في بيتي، في بيتي يا بابي. ايه شغل البلطجة ده؟ ايه حصلت؟ هما فين؟ قاعدين في الأوضة جوه، انا حاسس ان انا في كابوس مش قادر اصدق اللي بيحصل. ايه دي؟ انا هتصرف. يوسف! انت يا يوسف! ايه؟ في ايه؟ وانت عاملة دوشة ليه؟ من غير كتر كلام، انتوا الاتنين بره البيت. اهدى يا شيمي بيه احسن يطلع لك عرق. ده بيت مراتي. بيت مين يا اخويا؟ بيت مراتي يعني بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. مراتك لما تبقى راجل محترم، مالوي هدومك، قادر تصرف عليا بالشحات وسنكوح ومعاك السلطة يا بنتي. انت تسكت خالص. وانت كمان يا بنتي انت باين عليكي بنت ناس. ليه تخليه يعمل فيك كده؟ مالكش دعوة بيها وكلمني انا هنا، طول ما انا في البيت ما اتكلمش حد غيري. بيتك انت اتجننت ولا ايه؟ جن لما يجنك بنت سافلة وقلة الأدب وقلة الرباية. هي قلة الأدب برضه؟ أيوه هي قلة الأدب. اسمع يا شيمي، أنا لغاية دلوقتي عامل لك احترام. لكن والله كلمة زيادة هعلقها من شعرها على باب البيت. مين دي اللي هتعلقها من شعرها؟ صحيح. ما هو ما يعرفش إن أنت قلة الأدب. ما أنت أكيد مش حكيها له. ما حكيتليش إيه؟ أنا مش فاهم حاجة. إيه اللي بيحصل؟ يا حلو. تحكي لبابي ولا أحكي له أنا؟ إيه اللي بيحصل ده؟ سيبك منه يا بابي. ده بني آدم ما يستاهلش أصلاً إنك تبص في خلقته. يلا يطلع انا عايز افهم ايه اللي بيحصل يلا يا بابي بليز يلا لو سمحت